جهاز أجهزة تنفس اصطناعي وهذا نحتاجه كثير. يا دي زاباري دو ريسبيراسيون ارتيفيسيال من النوع اللي نحتاجه. فيه دو زاباري بي سي ار، فيه أجهزة تحاليل بالكواشف الفيرولوجية. يا دو زاباري بي سي ار كي فون اتر ديستيني، هادو يروحوا لأماكن وين هما مطلوبين، حنا نشوفوا وين كاين طلب أكثر. وهذه الأجهزة كما أجهزة أخرى اللي تمدت للجزائر رانا نوزعوا فيها عبر ولايات ومستشفيات حسب الاحتياجات وحسب الطلبات، حسب لو باسان بوبيلاسيون لا دوموند ايتترا، كلهم يروحوا ما يقعد حتى شيء في الستوك، لأن هذا الشيء ما يقعدش في الستوك لأن فيه طلب مستعجل. فيه طلب آخر هما لي الألبسة اللي يحتاجوها الأطقم اللي تواجه الفيروس، هما لي سيربلوز اي لي كومبينيزون. هنا ثاني وتكلمت مع سعادة السفيرة والسيد المدير العام في وزارة الخارجية مكلف بأوروبا، في الحين بنتكلموا على إمكانية اتفاقية بين الجزائر في لا بي سي ار الصيدليه المركزيه للمستشفيات وتركيا، لنحاول في اقرب وقت نشوف كميه كبيره من لي سيربلوز اي لي كومبينيزون باش نجيبهم، لان هذو مطلوبين كثير. سيدي جوتابل اي زملائنا الاطقم الصحيه بكل اصنافهم محتاجين كثير لي سيربلوز اي لي كومبينيزون، لان يستعملوهم ويرموهم، يستعملوهم ويرموهم، لازم يتكونوا كافيتهم